برضو. لو في برضو في كتاب مؤلفين وملحنين وبيعملوا لنا الحاجات الحلوه بس الوقت ما تبداوا في الانشاد ممكن يبقى فيه لحظات تقوموا بالارتجال فيها بالارتجال بالروحانيه بقى حابين تيجي بقى بالتجاوب مع الناس يعني بتحسي ان الناس اكتر معاكي اكتر احنا سافرنا ولفينا العالم يعني بيحتفلوا بينا بالحفاوه والترحاب والناس بيحبونا بيحبوا الانشاد الديني اكتر من اي شيء تاني. سافرتوا فين؟ سافرنا كل العالم العربي والاوروبي سافرنا امريكا وفرنسا. مع الناس كنت اقول بقى عالم دول عربيه ولا في دول اوروبي وعربي سافرنا فرنسا وامريكا ولسه جايين من بلجيكا قريب وقبلها كنا في تركيا بس للجاليات المسلمه اللي موجوده هناك يعني. الجاليات المصريه بنطلع من هنا ونطلع للجاليات المسلمه هنا وبيتبسطوا بينا خالص. في انا سمعت برضو ان في تكريم وفي جوائز يعني حصلت عليها انا كرموني الحمد لله كرمت في امريكا وكرمت في فرنسا في باريس وكرمت في استراليا وكنت مع الشيخ ياسين التهامي وكرمت وكنا في تركيا وتكرمنا يعني في كل مكان بنروحه بتبع الثقافه الجماهيريه برضو لو سافرنا مع الثقافه او مع استاذ ايمن او مع الحاج صابر مع الناس الحلوه حبايبنا بيطلعونا برضو بالجاليات المصريات بنتكرم كلنا مش واحد فينا بس من حبهم فينا بيكرمونا سواء جنسيات يعني بيبقى معانا الجنسيات كلها بس بيكرمونا وهم بيتهزوا على اللون الموسيقى بتاعنا وعلى المدائح يفرق ايه فن الانشاد الديني اللي طبع ونكهه مصريه عن غير اي دوله عربيه تانية برضو عندهم الانشاد وعندهم هذا الفن لكن احنا ايه النكهه اللي بتميزنا احنا الاساس احنا التراث العربي اللي هم كلهم بياخدوا مننا الحكمه كل الدول العربيه والعالم كله بياخد مننا الحكمه احنا التراث احنا الاساس اللي احنا طلع من عندنا كتير الكتاب والقراء والعلماء والصوفيه وطلع من عندنا الحاجات الحلوه كلها من مصر مصر ام الخير ام الحضاره مصر الكنانه